التقدرات المسيحية وآفاق، عنوان وطبع الأولى من الملتقى الدولي الذي انطلقت فعاليته صباح اليوم بمركز الدراسات الأندلسية والذي ينظمه المركز التفسيري للباسي التقليدي. انا كريستكنا ديك الحمام والامام والسلف السلطان ديك بنات الحضارة. تحية للجميع، مساء طيب ودائما ممتع على تلك الإذاعة الدائرية المحطة الثالثة. انطلقت اليوم بمركز الدراسات الأندلسية أشغال المؤتمر الدولي المعنون التراث الملبسي هوية وأفاق، التظاهرة في طبعتها الأولى من تنظيم المركز التفسيري للباس التقليدي وبحضور السلطات الولائية، أين سيتم إثراء النقاش على مدار يومين حول اللباس التقليدي وعلاقته بالهوية وآليات الحماية والحفاظ على التراث التقليدي. Thank you.